أكاش عرف حقيقة مشاعرها. أنا كنت جنب غرفة جيا وسمعت كل اللي صار، ولو ما أنا عملت هيك لكان أكاش قتلك. ضربتي الحجر على الغرفة؟ وما فكرتي بشي؟ ولا خفتي على جيا؟ شو مجنونة؟ لا أنا ماني مجنونة، أنت المجنون وحب جيا اللي جننك. لو أنا ما عملت هيك كنت خسرت حياتك هلأ. وأوعك تفكر إنه إذا أنا أنقذت حياتك فمعناته بكون مبسوطة فيك وأنت غرقان بحبها لجيا. أبداً، أنا بس بدي أحقق هدفي، بدي أحققه حتى لو شو ما كان الثمن. وإذا مشاعرك هاي وقفت بطريقي فأنا مستعدة أحرق لك مشاعرك. أنا بدي أحقق انتقامي من جيا، وأنت رح توقف معي وتساعدني. عم تفهم؟ ما بدي تساعد جيا، عم تسمع؟ وإذا ما ساعدتك؟ ليكي يا نيشا، تهديداتك هي ما رح تخوفني. مشان هيك ما تحاولي تزعجيني، لا بتهديداتك ولا بحكيك هاد. وانت فيكي تعملي شو ما بدك، بس تذكري منيح انه رح نفوت على الحبس. انت كيف بتتجرأ؟ انا لازم رد على الاتصال. جيا عم تتصل، وهاد تليفون أرجون. كارا، شو هاد؟ قلي انت ليش معك تليفونه لأرجون؟ تليفون أرجون؟ تليفون أرجون معي لأنه هو معي. صراحة يا جيا، لما راح أرجون نسي موبايله، ولما أكاش راح ليشوفه أم هو لقى موبايل أرجون بالسيارة، لهيك إجا لهون وعطى الموبايل لكاران. إيه، بس ليش أكاش عطى موبايل أرجون لكاران؟ يعني ليش ما عطاه لبيني أو لقلي، أو ليش ما خلاه بالبيت؟ انت بتعرفي انه اكاش بياكل هم العيله، وبيكون فكر بينه وبين حاله انه اذا خلى الموبايل هون بالبيت ممكن يضيع. وبيجوز كمان قال لحاله انك رح تعصبي اذا عرفتي انه ارجون ما اخذ موبايله معه. ومن غير شيء انت مشغول بالك وبتخافي من اي شيء على الفاضي، مشان هيك اجى اكاش وعطى الموبايل لكاران. لا، في شيء صاير انتو عم بتخبوه عني. انا ما عندي ثقه بنيشا ابدا، بس انت رفيقي. يلا حكي لي كارا، في شي صح؟ شي انا ما بعرفه؟ اكيد يا جيا، بس ما بقدر احكي لاني بخاف عليك. لساتك ساكت، هذا معناته انه في شي؟ بس عادي، اذا ما بدك تقلي هلا شو صاير ما في مشكله، فيك تحكي لي بعدين. لانه اللي بعرفه إنه ما رح تكذب علي أبداً. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.